بعض المرافق اللي تزاد في الجامعه، منها كبر تقريبا المشروع الكبير ديال المجازر الجهويه اللي اليوم هي في اطار تجارب، لان الاخوان ديال لونسا والسيد اللي تعين مدير ديال المجازر وديال المارشي ديال سميتها السوق ديال الجمله اللي مرات يشتغلوا في اطار تجربوا هذاك هذيك الالات اللي كاينين تما في المجازر، وان شاء الله في القريب ان شاء الله المقبل في المستقبل المقبل ان شاء الله غيكون الفتح ديالها في وجه الناس ديال الزهراء والناس ديال لي شوفيار اللي تيدبحوا فيها. إضافة لهذه المجازر المنطقة، شو إضافة لهذه المجازر؟ والمجازر ما عندها ما عرفتش إضافة بالأخص بوحدو، هي تكون إضافة للمنطقة كاملة. تنتكلم على تماراس، لا الرباط، لأن جميع المجازر اللي كاينة في هذه المناطق يتم النقل ديالها للمجزرة ديال جوايد بوحدل. وكما عارفين المجزرة هي واحد المرفق اللي حساس، لان تيقوم فيه الذبح ديال جميع اللحوم الحمراء، وهاد اللحوم انتم عارفوا الحساسيه ديالهم اللي خصنا نقدموها للمواطنين، تكون تذبح الحيوان تذبح في ظروف صحيه، ظروف اللي كتحترم المعايير الدوليه. حنا مقبلين على واحد المنطقه اللي حنا في واحد التجمع حضري اللي هو عاصمه الانوار بالرباط والتمارس، لا وهذه المنطقه هذه غتستقطب على ديال السياحه من النوع الرفيع، المشاريع اللي كاينه في الرباط وكاينه في سلا، وطبيعي ان يكون عندنا مجازر، لان باش تلبي الحاجيه ديال المطاعم وديال السكان من واحد الماده تكون تنتج في واحد في ظروف صحيه وتلبي اولا تحترم المعايير الدوليه في هذا المجال هذا. جامعة بوقنادل اليوم يمكن نقولها خلاف ما يروجوا عند الجامعات، اغلب الجامعات انها كتعيش مشاكل. الحمد لله بوقنادل الجامعة ما يمكن نقولوا ان الجامعة كتشتغل في واحد الظروف مزيانة، مجلس متجانس، مجلس متحد، مجلس علاقتنا مع السلطة المحلية فيما فيه السيد العامل والسيد الباشا والسيد الوالي هي علاقة مبنية على احترام والعمل، كلنا كنشتغلوا في اتجاه واحد، اننا نشتغلوا المصلحة ديال المواطنين. الجامعة البوقنادل تيظهر لي احنا كمجلس، انا كرئيس، ما يمكن لنا نتفائلوا بالمستقبل ديالنا ان شاء الله. المشاريع اللي جات استفدت منها الجامعة بصراحة، أولا من ناحية البنية التحتية، من ناحية المشاريع اللي غتجي للجامعة، من ناحية المداخل، ميزانية الجامعة مقارنة مع السنوات السابقة كانت ميزانية اللي ارتفعت، كانت غادي وكانت غادي في واحد الارتفاع، وإن شاء الله المستقبل اللي جاي إن شاء الله تنتنبؤ إن شاء الله يكون واحد الجامعة، لا تكون واحد المدينة، مدينة إن شاء الله المستقبل ديال هذه المنطقة هي مدينة بوقنادل إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.